متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم تجددت رياح البوارح وهبت بقوة في المنطقة الشرقية وعملت على تشكل موجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة من حفر الباطن والشرقية والإحساء. الخبر الجيد هو أن رياح البوارح ستبدأ بالتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في أجزاء من المنطقة الغربية من المملكة، في حين خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم باستثناء كما ذكرنا الموجات الغبارية التي تشكلت في منطقة حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الإحساء. نتحدث أكثر حول رياح البوارح وتوقعاتها بهذه الخرائط من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس كما ذكرنا اشتدت رياح البوارح وهبت بقوة في المنطقة الشرقية من المملكة، تحديدا منطقة حفر الباطن الشرقية الإحساء وحتى أجزاء من الرياض. تدنت الرؤية الأفقية بفعل هذه الرياح وأيضا تشكلت الموجات الغبارية. يتوقع أن تتراجع شدة هذه الرياح خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة وتعود وتهب أيضا خلال ساعات نهار يوم الجمعة، لكن بأقل شدة مما سجلته خلال نهار يوم الخميس، حيث يتوقع أن تكون كل هذه المناطق تحت تأثير أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية. يوم السبت بإذن الله تراجع إضافي على رياح البوارح، تصبح خفيفة بالمجمل أو معتدلة في بعض النطاقات المحدودة خلال ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في المناطق القريبة من الكويت. يوم الأحد تستمر أيضا هذه الرياح خفيفة بشكل عام وتتراجع فرص حدوث أي موجات غبارية في عموم مناطق المملكة. وبالتزامن أيضا مع هذه مع هبوب رياح البوارح، يتوقع أيضا أن تتشكل بعض الغيوم الرعدية الماطرة في أجزاء أو في المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار على المرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، وحتى وصولا إلى مرتفعات الطائف وأجزاء من المدينة المنورة. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة أتربة مثارة ورياح نشطة مع 41 إلى 27 درجة مئوية. يوم السبت تراجع واضح على رياح البوارح، طقس صافي 43 إلى 29 درجة مئوية. يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة تسجل 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 29 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية في باقي المدن السعودية. نبدأها بالمنطقة الشمالية. تبوك طقس حار مع 38 إلى 25 درجة مئوية، سكاكا 39 إلى 27، وعرعر 39 إلى 25 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، أتربة مثارة مع 43 إلى 31 درجة مئوية، ريح نشطة في جدة تعمل على ارتفاع الموج مع 33 إلى 31، مكة المكرمة 44 إلى 32، والطائف زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة مع 31 إلى 22 درجة مئوية، وتفرق لبعض الغيوم في مدينة جازان مع 37 إلى 32. المنطقة الشرقية رياح نشطة في الدمام مع 39 إلى 32، حفر الباطن 41 إلى 27، والإحساء 43 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض رياح نشطة مع 41 إلى 27، بريدة 40 إلى 24، وحائل 36 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.